نجم يعني تحدث سيادة النائب يقول لك أكو أيادي خفية، ربما هذه الأيادي خارجية تحاول تعكر يعني الشارع العراقي، وأيضا تجر الحشد للمواجهة، وأيضا في يعني حديث يعني ربما خلف الكواليس من السيد التعيبان يقول لك أكو ناس تدفع بالسيد الكاظمي أو تجر السيد الكاظمي في هذا الاتجاه خارجية. فبعد ما قعدوا وحلحلوا الأمور وصفوا والقلوب، ان شاء الله الامور تمشي بالاتجاه اللي يخدم بلدنا. تفضل سيد نجم. يعني بالتاكيد يعني مثل ما تفضل الشيخ، وانا اضيف له، ترى العراقي دائما صوته عالي وقلبه خالي، وعلينا ان نفكر. يعني احنا قدرنا كشعب منذ تاسيس الدوله العراقيه عام 1921 ربما حصل استقرار نسبي، ثم انقلابات، ثم سحل، ثم انقلابات، ثم دكتاتورية، ثم حصار وطائفية وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش. يعني احنا هاي المشاكل وين راح توصلنا؟ يعني ينبغي على النخب السياسية بين قوسين الأبوية التي تحكم البلاد، التي صاحبة القرار السياسي والسيادي، أن تنظر للدول، بعض الدول المجاورة إن لم يكن كلها، أين كانت وأين الآن، وأين كان العراق وأين العراق الآن. إذا يا سيد الفاضل، نحتاج إلى آباء سياسيين. إذا رأيت دولة فاشلة فهذا الفشل بنخبها، وإذا شفت دولة ناجحة راسخة بها قوانين، بها ضوابط، بها روابط، بها سياسات، سياقات، مؤسسات، بالتأكيد آبائها ونخبها. لكن سيد نجم أريد أسأل، يعني خليني أسأل، بما أنه صافت القلوب بين العصائب والسيد الكاظمي والأمور تمشي باتجاه خدمة هذا البلد، خليني أسأل سؤال مهم جدا. البعض يقول لك أيضا يعني يريدون بعض الشخصيات السياسية تبقى بهذه الحكومة، يعني وأيضا تدفع بالسيد الكاظمي لاختلاق أو افتعال بعض الأزمات حتى تبقى الحكومة. هل هذا صحيح؟ وأنت سمعت هذا الحديث يعني في فضائيات وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نتحدث بصراحة، أولا يعني ليس دفاعا ولا ناطقا أنا باسم السيد الكاظمي. السيد الكاظمي لو أي شخص غيره كان ما حدد الانتخابات في شهر السادس ثم تحولت إلى شهر العاشر. الأمر الآخر، لو غير شخص السيد الكاظمي كان استغل الوزارات، استغل المناصب، استغل السلطة، الدولة. الأمر الثالث، السيد الكاظمي كلنا شاهدنا كيف كانت التجاوزات على شخصه. أنا اليوم ما أقف مع السيد الكاظمي لأنه شخص أو صديق أو قريب أو كان زميل لي، وإنما أحسب له أنه يمثل العراق. نعم، لكن زعلان منه سيد لتعيبان والعصائب، هذا اللي افتهمت منه، أنه يقول لك تواجد القوات الأمريكية، صح لو لا؟ صح لو لا سيد تعيبان؟ كان على تواجد القوات الأمريكية أثناء الاعتقال. أي طبعا، هي بس هذه يصير مشاعر أي عراقي، احنا عراقيين. فقط هذا الزعل اللي كان على السيد الكاظمي. لا، أولا شوفي، السيد الكاظمي لا يملك كتلة عددية نيابية داخل السلطة التشريعية، وبما أن نظامنا البرلماني من يمنع من جاء بالكاظمي وصوت عليه، خلي يقيلوه إذا كان سلبي أو إذا كان موزيا أو إذا هو الذي أبقى الأمريكان. الأمريكان من الذي جاء بهم؟ أليس هناك كان مطلب حكومي قبل الحكومات السابقة؟ النقطة الأخرى، هل إنه يستطيع الكاظمي خلال 6 أو 8 أشهر أو سنة يخرج الأمريكان ويقوي الاقتصاد ويوفر الأمن ويحاسب الفاسدين ويجري الانتخابات؟ الكاظمي شوفي، أنا أقول وقلت سابقا، لا يستطيع أن يستقطب القوة المجتمعية والمرجعية في النجف ورجال الدين ورجال العشائر والشعب العراقي إلا بقرارين أو بإرادتين. الإرادة الأولى التي جاءت به ليصبح رئيس وزراء أن يكشف ويحاسب من الذي قتل المتظاهرين. راح يقدر؟ إذا ما يقدر المفروض ما يقبل، هاي وحدة. اثنين، إذا بقت هاي المناكفات ولا يعتقل واحد وكلها تقب عليه، لا ما يقدر. الأمر الثاني، إذا ما حاسب، هسه ما أقول كلهم وإنما جزء من الفاسدين كم رأس كبير، لا تستطيعين السيد الكاظمي يقف معه الناس. أما إذا أراد أن يسلك سلوك السيد عادل عبد المهدي، يرضي الكل ويزعل الكل أو يتقرب إلى هذا من أجل ذاك، أنا أقول سيكون مصيره كمصير عادل عبد المهدي. إلى الآن السيد الكاظمي يتقدم خطوة
ويرجع خطوتين. فأصبح كان وما زال مترددا، ينبغي عليه، لأن دائما تعتبر الجرأة هو رحم المنجز، أما التردد أو التخوف هذا يعتبر عقيم. القائد الشجاع والجريء عندما يتخذ قرار وينفذ القرار، يمكن يتفق وياي.